وهذه الكيمات انا خلصت. شيء حطيت فيه زي ما شفتوا دبس التمر، وشيء حطيت فيه العسل. السلام عليكم، مساء الخير. طبق اليوم الكيمات، وهذه المقادير كلها. اول شيء 3 اكواب معيارية، الكوب هذا من الدقيق الابيض، 3 اكواب لبن، هنا قليل من الموية علشان ابغى اذوب الخميرة، منقوع الزعفران، وهنا ربع كوب زيت، وهنا ربع كوب كاسترد، وهنا ملعقة خميرة كبيرة، وربع ملعقة ملح. رايحة الآن أضيف الخميرة علشان تذوب، وبعدين رايحة أبدأ بالعجن. أول شيء راح أضيف اللبن، راح أضيف كل منقوع الزعفران. عادي كل الزعفران اللي موجود هنا حطيه معاه. راح أضيف الملح على الدقيق، وهنا بعد راح أضيف الكاسترد اللي هي ربع كوب تقريبا ملعقتين، وهنا راح أضيف الزيت مع اللبن. باقي بس الخميرة لين تتفاعل ويتضاعف حجمها شوي، راح أضيفها هنا. هذا خليط اللبن والزعفران اللي حطيته والزيت. الآن زي ما انتم شايفين الخميرة تفاعلت وتضاعف حجمها، راح أضيفها كلها. الآن أبغى أضيف النشا مع الدقيق وأخلط. أبغى أخلطها لين يتجانس كله مع بعض، بعدين أبغى أضربها بيدي. الآن أضفت كل المقادير مع بعض وصرت أخلط، وحاول إني أخلط أدخل الهواء بالعجينة وما يصير في تكتلات بالعجين، وتصير كذا بالطريقة هذه تتقطع السمك. رايحة أضربها، شوفوا السمك يصير زي كذا، خلاص يصير. تخلينا بخليه ربع ساعة بالضبط، وبعدين برجع مرة ثانية أضربه لين أدخل الهواء، بعدين أغطيه وأحطه بمكان دافي. شوفوا عجينة الجيمات تضاعف حجمها، معناته الجيمات اختمرت. بخليها ترتاح بعد 10 دقايق، وبعدين ببدأ أسوي الجيمات. اختمرت صح. الآن عجينتنا جاهزة، والزيت حطيت الزيت والملعقة، أكيد تعرفونها كلكم، والزيت صار حار وقصرت عليه مرة، وبوريكم شلون تقدرين تتحكمين بالزيت. أول شيء نمسك باليد زي ما انتم شايفين كذا الدائرة، تصير كل دائرة تطلعينها نفس المقاس اللي قبلها، ترجعين تشيلين. إذا شفتي الجيماتك تحمرت معناته زيتك حار وما يصلح، لازم تقصرين عليه أو توقفين. الجيماتي أول ما حطيتها انتفخت بالطريقة هذه، معناته الزيت حكي مضبوط ولا تحمرت زين مرة، يعني ما تشقرت من تحت، ولا الآن بالتساوي بيصير لون الجيمات، يصير تحركين يا بالطريقة هذه أو بالطريقة هذه تقلبينها، وتقلبين ما توخرين عنها عشان اللون يصير موحد. تقولين؟ أقول أبد، ما أحب الرجال يدخلون بالمطبخ يتفلسفون، ولا كنا مهم اللي يعرفون يطبخون وحنا ما نعرف. طيب أنا جاي بس بصور أساعدك. ما كبر كروشكم إلا حنا. طيب أنا الحين برد الجميل، بدي أصور وأساعدك في التصوير. شكرا يا الفيصل. أنت تنافخين علينا. هلا ورتميم شافت نفسه. يما شوف وش الأحمر ذا؟ شكله محترق. أقول اللي ما يعرف للصقر يشوي. هذا زعفران، هذا اللي بتطلع الريحة تهبل وانت تاكل تشم ريحة الزعفران. والله قلت فرقت ولا شيء ولا الحين هذا حراق يعني تسميها الحمار الزعفران. طويلي يا ولدي. ايش ايش عرفني؟ انا بس اعبي هالكرشة واكل وخلاص. يا ربي. يمه وش ذي؟ شوف في صعرور ذا.
هذا يصعرون. ايش الصعرون؟ اقول زين ما يصير في اجنه مثل اللي سول. وشي؟ في اجنه بعض المرات تصير تقول له يدين وتقول له رجول. يعني انا صعرور بسيط من جمال العجينه انتفخت وصار فيها هواء بطلع تشربت. اي ترقيعها حلوه. هذا ما عرف للصقر يا شوي يا وليدي. الله الله الله. اي والله. وصلنا للدرجة اللون هذه خلاص بنشيله الآن وبنحطه بصفاية علشان الزيت ينزل. حركوا كذا. الآن القيماتنا خلصت، عندي عسل وعندي دبس، أحط نص الكمية عسل والنص الباقي دبس. إذا تحبين الشيرة حطي الشيرة. هذه القيماتنا خلصت. شيء حطيت فيه زي ما شفتوا دبس التمر، وشيء حطيت فيه العسل. ما شاء الله تبارك الله، فيه العافية علينا.